الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مع الأنوار النبوية في شرح الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث الخامس من هذا المتن المبارك. من تقرأ لنا الحديث الخامس من متن الأربعين النووية؟ ما شاء الله، على يميني ألا. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاكم الله خيرا. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة، الحصان الرزان، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتزوج بكرا غيرها، وهي الطاهرة المطهرة، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أنزل في ذلك قرآنا يتلى: إن الذين جاءوا بالإفك، في سورة النور. وتكنى أو تكنى، يصح هذا وذاك، تكنى بأم عبد الله، ولم يولد لها ولم يكن لها ولد رضي الله عنها وأرضاها. كنيت بابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق، أختها أسماء من أبيها. تزوجت بمن تزوجت؟ تزوجت بعبد الله، بالزبير بن عوام، فولدت له عبد الله، عبد الله بن الزبير بن العوام، فكنيت بابن أختها أسماء عبد الله، من العبادلة الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية. وهي أم المؤمنين، هي أمنا، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب المدنية: وأزواجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الهاء تعود على الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا أمهاتنا، فرضي الله عن عائشة وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت عالمة، عابدة، فقيهة، مكثرة من الرواية، يعني روت من الأحاديث ما روت في الدرجة بعد أبي هريرة رضي الله عنه، يعني روت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الفقهاء: نصف العلم عند عائشة. بعض الأشياء لا يعلمها من الصحابة إلا عائشة، لأنها أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فرضي الله عنها وأرضاها، مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها على سحرها ونحرها، مات عنها وهو راض عنها ودفن في غرفتها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في أمرنا هذا، ما هو أمرهم؟ أمر، ما هو الأمر هذا؟ هو أمر الدين، الشريعة، لأن الله عز وجل أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل شرع هذا الدين، فيه الصلوات الخمس، فيه الوضوء، فيه الصلاة، الزكاة، الصيام، غيرها، يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زاد أو أنقص فقد ابتدع في الدين. يعني مثلا نضرب لذلك أمثلة بسيطة، لأن الشرح هذا موجه لصغار السن. مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، نعم، وهي سرية. فمن مثلا إنسان يبتدع في الدين يقول: الصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أنا أزيد ركعة في صلاة الظهر فأصليها 5، أتقرب إلى الله عز وجل. أخي، كلما صلى الإنسان إلى الله عز وجل زاد قربا، زاد ركعة، هل صلاته صحيحة؟ باطلة صلاته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك في الوضوء، الوضوء يتوضأ الإنسان 3 مرات 3 مرات، ويستطيع أن يتوضأ أقل من ذلك، يعني 2 أو 3 أو مرة مرة.
ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة المشهورة هي ثلاث مرات لليدين، ثلاث مرات للفم، للأنف، ثلاث مرات. فلو زاد الإنسان مرة فقد آذى وما أحسن وعمله مردود، يعني لا يجوز لك أن تزيد على دين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أكمل هذا الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن كل خير ونهى عن كل شر. روى هذا الحديث إماما المحدثين البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم في صحيحه، انتبهوا معي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمسلم أن يبتدع في دين الله عبادة لم يأذن الله عز وجل فيها ولا رسوله، ما جاء بها الله عز وجل بها من سلطان. يعني مثلا الإنسان، نحن مثلا في وقت بين العصر والمغرب الصلاة مكروهة، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي أو يتنفل بين العصر والمغرب، ولكن إنسان عليه قضاء صلاة يجوز له أن يصليها في هذا الوقت، ولكن أن يتنفل فصلاته باطلة، وقت كراهة، كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الوقت، وخاصة عند غروب الشمس تشتد الكراهة حتى تصل إلى التحريم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به. وهذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، حديث عمر الخطاب إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة القلبية الإخلاص، وهذا ميزان الأعمال الظاهرة. فكما قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.